لقاء مهم جدا مع ضيف مهم جدا في موضوع مهم جدا، نجم نجوم عالم تأخر الإنجاب والنساء هو طنط الرحم المهاجرة. طنط الرحم المهاجرة من الحاجات اللي بنشوفها كتير، والحمد لله عشان الناس بقى عندها وعي أكتر دلوقتي بالموضوع، فبقوا بييجوا يشتكوا بدري. يعني حتى تلاقي الأم نفسها جايبة بنتها بدري في سن المراهقة كده، في حاجة مش مظبوطة. أعتقد تأخر سن الزواج برضو من الحاجات اللي ليها عامل شوية، لأن المرض بيبدأ وبيستمر وبيزيد، ولما تيجي البنت تتجوز في مثلا أواخر العشرينات أو نص الثلاثينات تلاقي الموضوع بقى فعلا كبير. دايما الانطباع يعني بطنط الرحم المهاجرة انه العلاج فيها بيمشي باسلوب التيلور ثيرابي، اللي هو علاج تفصيلي، كل حاله ليها اسلوب وليها طريقه مختلفه عن الاخرى. بالظبط، كان زمان موضوع المنظار وفك الالتصاقات وشيل الكيس ويكوي مكانه ومش عارف ايه، ده كان من الحاجات اللي بنعملها كتير، بتعمل كتير. الحاجات اللي مفيش فيها ابيض واسود ومفيش فيها قرارات قاطعه، دايما من غالب المصلحه اللي عندها كيس ولسه ما حملتش غير اللي عندها كيس وعندها اسره كبيره ما شاء الله. دايما الاسلوب العلمي الراقي جدا بيمتعني جدا، واكيد وخصوصا في مواضيع معقده وكثيره التفاصيل وكثيره الانتشار زي بطنط الرحم المهاجرة. الدكتور احمد مرتضى طلبه، استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب وتأخر الإنجاب والعقم بمركز دار الطب. اهلا بيكم، لقاء مهم جدا مع ضيف مهم جدا في موضوع مهم جدا، نجم نجوم عالم تاخر الانجاب والنساء هو بطنط الرحم المهاجره. والسؤال الذي يفرض نفسه، هل هو بالفعل نجم النجوم ولا احنا زي ما بيقولوا ادينا له اكتر من، مش نقول حجمه بس شهرناه قوي المرض ده؟ هل هو البوجي مان؟ هل هو البعبع الذي بحق يخوف اي امراه؟ ولا الموضوع برضو خد شكل إلى حد ما دراماتيكي زيادة عن اللزوم؟ لا، ما أعتقدش هو فعلا دراماتيكي بالفعل ومش زيادة عن اللزوم، لأن المرأة المتألمة في بطنط الرحم المهاجرة مرأة فعلا تستحق يعني العناية الشديدة. لكن خلينا أقول برضو لماذا حدثت كثير من التحولات في الحوارات حول بطنط الرحم المهاجرة في المؤتمرات الأخيرة. الأشري في 2018 غير كتير من المفاهيم، كتير من المفاهيم اتغيرت في فهمنا او في التعامل مع بطنط الرحم المهاجره، مع الشوكليت سيست، مع بطنط الرحم عندما تكون حويصله حول المبيض. التدخلات هنا بقت يعني نقدر نقول عليها بفكر معين جدا. المراه اللي عندها بطنط رحم مهاجره وضعها، هل هي امراه تعاني من الم ولا امراه ترغب في الانجاب؟ اسئله كثيره جدا زي ما قلت لكم بتتعلق بنجم نجوم الشباك. ما زال نجم النجوم؟ ده سؤالي الأول هسأله لضيفي العزيز، واحد من نجوم عالم نساء والتوليد، واحد من المبدعين في المجال ده، وبيسعدني دايما بحواره العلمي الراقي جدا والشيق جدا العلمي والأكاديمي من طراز رفيع، الأستاذ الدكتور أحمد مرتضى طلبة، استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب وتأخر الإنجاب، الاستشاري بمراكز دار الطب. ضيفي العزيز أهلا بيك دكتور أحمد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. سؤالي قبل ما أدخل، ربنا يخلي، قبل ما أدخل في الموضوع، هل ما زالت بطنط الرحم المهاجرة نجم نجوم الشباك؟ طبعا ما زالت نجم نجوم الشباك. طبعا هي يعني بطنط الرحم المهاجره من الحاجات اللي بنشوفها كتير، والحمد لله عشان الناس بقى عندها وعي اكتر دلوقتي بالموضوع، فبقوا بييجوا يشتكوا بدري. يعني حتى تلاقي الام نفسها جايبه بنتها بدري في سن المراهقه كده، في حاجه مش مظبوطه. فده بفضل يعني ان الثقافه انتشرت شويه، الناس بقت بتسمع، الناس بقت حاسه ان يعني بقت عندها وعي اكتر شويه ان في مرض اسمه بطنط الرحم المهاجره، وناس فهم أكثر الأعراض والكلام ده.
طنط رحم المهاجرة من الحاجات اللي بتزيد للأسف مع الوقت، عشان أنا أعتقد السبب الرئيسي في الموضوع غير نمط الصحي والكلام ده، أعتقد تأخر سن الزواج برضو من الحاجات اللي ليها عامل شوية، لأن المرض بيبدأ وبيستمر وبيزيد، وعلما تيجي البنت تتجوز في مثلا أواخر العشرينات أو نص الثلاثينات تلاقي الموضوع بقى فعلا كبير. فأعتقد دي من الحاجات اللي فرقة شوية الفترة الأخيرة وخلت الأعراض، خلت الحالات تزيد، الناس بقى عندها وعي فبقوا بيجوا بدري يشتكوا. والتأخر سن الزواج شوية ليه تأثير، كون إن المرض بيقعد فترة كبيرة محدش بيبص عليه ولا حد بيعالجه، فعمال بيسرح في الجسم يعني. عايزين نشرح للناس بقى أولاً إيه اللي بيحصل في طنط الرحم المهاجري؟ إيه أسباب بطنط الرحم المهاجري؟ طيب خلينا يعني ناخد خطوة ورا، هي إيه أصلاً بطنط الرحم؟ هي الطبقة الوظيفية المغلفة لتجويف الرحم، هي الطبقة الوظيفية اللي بتستجيب للهرمونات الجنسية، هي اللي بتتم فيها عملية البناء وعملية الهدم، هي اللي بتستجيب للهرمون بتاع الانوثه فتتخن شويه، بعد كده بتستجيب للبروجسترون اللي هو يا بيثبت الحمل يا اما الدوره بتنزل بعد كده بعدها بفتره خلاص. فهي هي طبقه وظيفيه ديناميكيه تتعرض لعمليات بناء وهدم اللي هي الدوره الشهريه خلاص. المشكله بقى لما تبقى الطبقه دي موجوده في مكان تاني، موجوده على المبيضين، موجوده في قاع الحوض، موجوده في الامعاء، هي دي بقى المشكله. انت عندك نزيف شهري بيحصل بشكل دوري على مدار من اول ما البنت بلغت لحد ما هتتجوز وتحمل والكلام ده كله. الاعراض بتزيد مع الوقت، بتزيد المشاكل اكتر مع الوقت نتيجه الديناميكيه دي، ان انت كل شهر زي ما في دم بينزل مع الدوره عن طريق المهبل، في دم بيحصل جوه الجسم. الدم اللي جوه الجسم ده بيبدا الجسم يعمل خناقه حواليه، يبدا الجهاز المناعي بقى يستنفر قوته، يبدا يحيد الدم اللي موجود ده فيعمل الكيس الشوكولاته اللي بيقول عليه، يحيد يعني يلف حواليه كبسوله من النسيج الليفي عشان يحمي الجسم منه. بالظبط، هو رد فعل مناعي يعني، هو جسم الجسم مستفز من الدم اللي موجود ده، بالنسبه له لسه حاجه غريبه، بالنسبه له حاجه غريبه ما يعرفهاش. على فكره الدم طالما خارج من الاوعيه بعيد عن المكان اماكن بتاعته الطبيعيه يبقى شيء غريب، الجسم ما يعرفوش. فهو دوت اللي بيخلي موضوع الاكياس شويه تحصل، والكيس ده بقى بيزيد كل شهر يعني. كل شهر مع كل دوره حجم الكيس ده بيزيد. النقطة الثانية من الكلام اللي قلناه، في لخبطة مناعية بقى بتحصل هنا، ففي التهاب وفي وجع وفي خلايا مناعية زايدة، في ماكروفاجز يعني، في خلايا مناعية زايدة جدا، في التهاب موجود. الالتهاب ده ساعة ما هو حد التهاب لسه فريش بيبقى عامل وجع شديد مع العلاقة الزوجية، وجع جامد مع الدورة الشهرية، عامل وجع. ولما بيلتئم الالتهاب ده بيعمل تليفات، فيعمل اللي هو الالتصاقات ويعمل الحوض المتجمد ويعمل مشاكل تانية كتير. في أعراض تنذر إن في بطنط رحم مهاجرة موجودة؟ من أوائل الأعراض الألم الشديد الغير مبرر مش طبيعي مع الدورة الشهرية. تلاقي بنت مثلا في ثانوية مثلا ولا حاجة مع الدورة تروح المستشفى تعلق مسكنات ومحاليل ومش عارف إيه. الوجع ده وجع مش طبيعي، المفروض ان الدوره ما بتنزلش، بتنزل بوجع بس مش للدرجه دي. فدي من الحاجات اللي لازم نشك بينها. برضو من الاعراض المهمه جدا الوجع مع العلاقه الزوجيه، الوجع الداخلي العميق اللي بيحصل في اخر يعني مش مع الدخول، في اخر الدخول. وجع غير مبرر برضو، ده لازم ناخد بالنا، ده زي واحد عنده مثلا خراج في سنانه كده وانت قاعد بتدوس عليه فهو بيوجعه. الأعراض التانية بقى بتيجي مع الوقت شوية، اللي هي أعراض الجهاز الهضمي. دايما الست بتعاني نتيجة التليف، فالأمعاء ما عادتش حرة، مش بتتحرك بالسلاسة بتاعتها، فبتبدأ بقى يحصل إمساك مزمن، غازات مزمنة، دايما بطنها مش مرتاحة. أحيانا بقى بيبقى كمان وجع مع دخول الحمام، وجع مع دخول مع التبول، وجع يعني وجع في كل حتة بقى. أنت بتكلم في التهاب وتليف، زي ما يجي بقى على الامعاء يعمل مشاكل جهاز هضمي، على المبيض يعمل وجع مع العلاقه الزوجيه ويعمل اكياس الشوكولاته. وطبعا في حالات بنشوفها بتوصل للكبد وبتوصل لفوق خالص يعني. ده في حالات حوالين العين، مره شفنا حالات في السره وفتحه القيصريه وعلى الرئتين، بس يعني حالات نادره. الشكل الاكثر شيوعا القاع الحوض، منطقه قاع الحوض اللي هي الدوجلاس باوتش
الانابيب والمبيضين واقل شويه الامعاء واقل شويتين بقى الكبد وانت طالع. يعني هي الاقرب هو الاكثر تاثرا. وعشان كده هي كان في اربع نظريات كانوا دايما بيحاولوا يفسروا موضوع البطانه البعيده قوي دي. يعني هو كان زمان الكلام ان هي البطانه دي هاجرت عن طريق الانابيب مع الدوره الشهريه عشان كده سموها المهاجره. النظريه الثانيه لا ده انتقلت عن طريق الاوعيه الدمويه. في نظريه ثالثه لا ده هي ست كان عندها اصلا الاستعداد الوراثي فالخلايا نفسها تحورت للبطانه المهاجره، يعني زي فكره السرطان بعد الشر، يعني ان الخلايا نفسها تحورت. الحاجه الاكثر قبولا هي موضوع النظريه المناعيه، ان هو فعلا كان في نزيف، النزيف ده حصل في البطن. الفكره بقى ان البنت دي عندها استعداد وراثي او عندها خلل مناعي هو اللي خلى المناعه تستجيب بشكل مش طبيعي ناحيه الدم ده. رد الفعل المناعي اللي مش طبيعي دي النظريه الاكثر قبولا، ودي اللي بتفسر كمان اللخبطه المناعيه اللي بنشوفها في الحالات دي. السؤال اللي بيفرض نفسه بقى، الرحله التشخيصيه والعلاجيه تمشي ازاي؟ التشخيص اول حاجه الاعراض، يعني هي لازم البنت تيجي تشتكي او الزوجه تيجي تشتكي. خلاص الشكوى برضو مختلفه، يعني هي لو البنت الموضوع الدور ده هو اللي مضايقها غالبا بيتحل بشويه مسكنات ومش عارف ايه. لو واحده مش متجوزه هيبقى شكوتها ايه؟ وجع مع الدوره فشويه مسكنات، او وجع مع او غازات مزمنه او مش عارف ايه، فده كله بيتحل بشويه حاجات بسيطه اللي هي الحلول بتاعه الاعراض. مغص نديها مش عارف حاجه للمغص، وجع نديها حاجه للوجع، وهكذا. النقطه الثانيه دلوقتي جت اتجوزت وبدات بقى تعمل سونار وبدانا نشوف الانابيب وبدانا نشوف البطانه وتجويف ووقاع الحوض والكلام ده، نبدا بقى نشوف العالم الاخر بقى. فهو هنا حجر الاساس في التشخيص هو بالنسبه لنا احنا السونار العادي ده اللي موجود في كل العيادات السهل البسيط. التشخيص الادق عن طريق منظار البطن ده كان حجر ده حجر الزاويه وحجر الاساس في قصه التشخيص كله، بس دوره تراجع شويه دلوقتي نظرا لان الحالات بتيجي تتشخص بالسونار. فانت مش محتاج، انت شايف كيس شوكولاته خلاص موجود على المبيض، شايف التهاب، فمش محتاج ان احنا نعمل منظار او نخش لمجرد ان احنا نبص بس، خلاص الدنيا بقت اسهل شويه بالسونار. بس هيظل المنظار البطني ليه دور كبير في ان هو بيشخص الموضوع في الاوائل خالص، من اول ما تبقى باتشز نقط في قاع الحوض كده كانها حسنات كده، كانها يعني حبات رمل كده موجوده في قاع الحوض او على المبيضين. المنظر ده مش بيتشاف غير بمنظار البطني. في فرق بين منظار البطن وبنظار الرحم. منظار الرحم ده بيشوف البطانه بس، ما بين الاثنين. منظار البطن ده اللي احنا بنتكلم عليه في بطانه الرحم المهاجره، هو ده ليه دور تشخيصي كبير والاساسي، وده اللي احنا نقدر نتكلم عليه. بس انا للامانه لو شفت واحده بالسونار ان عندها كيس شوكولاته وما بيروحش وبيزيد وعندها التهابات في قاع الحوض، خلاص ده كافي، مش محتاجين نلجا لموضوع المنظار البطن الا لو في نيه ان احنا نعمل تسليك او نعمل نشيل او نعمل اي حاجه ثانيه، اجراءات جراحيه قصدي. يعني دايما انطباعي يعني بطانة الرحم المهاجره انه العلاج فيها بيمشي باسلوب التيلور ثيرابي اللي هو علاج تفصيلي، كل حاله ليها اسلوب ولها طريقه مختلفه عن الاخرى. بالظبط. يعني احنا كان زمان موضوع المنظار وفك الالتصاقات وشيل الكيس ويكوي مكانه ومش عارف ايه، ده كان من الحاجات اللي بنعملها كتير، بتعمل كتير. اعتقد في الوقت اللي احنا فيه ده تراجع جدا نظرا للمشاكل اللي حصلت. انت برضو ده بيأثر على مخزون المبيض، بيزود فكرة الالتهابات برضو. انت بتعامل مع حالة عندها التصاقات، فانت يعني المنظار مش ما هوش سهل قوي للدرجات دي. انت ممكن تخش ما تعرفش تعمل حاجة، يعني تخش وتطلع الحوض كله ملزق متجمد في بعضه، متجمد، مش تعملش حاجة خالص. فهنا دور المنظار تأخر شوية في مقابل صعود العلاجات الدوائية سواء بالإقراص أو بالحقن أو بالكلام ده، بقى بيقدر يحجم شوية موضوع البطانة. احنا هدفنا الرئيسي في موضوع البطانة المهاجرة يا إما الست تحمل أو إن احنا نوقف لها التبويض فترة عشان الباثولوج ده يرجع تاني، النزيف الشهري ده يخف. فيا إما تحمل فالدورة هتقف، يا اما هنديها قراص توقف الدوره او حقن توقف الدوره فتره فالاعراض دي تخف وتهدى شويه. وبالتالي احنا بنبدا فعلا بالعلاجات الدوائيه، يليها بقى المنظار في الحالات اللي هي فيها فعلا مشاكل كبيره. قد نلجا للفتح لو في التواء في المبيض، في كيس كبير ويعني عامل مشاكل ضغط على الجسم،
ممكن نلجأ للفتح نفسه يعني مش بس المنظار. لو الست جايه لك بتطرح المهاجرة وعندها تأخر إنجاب دايما سؤالها وسؤال الزوجين يعني متى يحدث حمل بعد الأجل؟ البطانة المهاجرة في مراحلها الأولى مش بتمنع الحمل، وأنا عمري ما أنسى إن أنا أول قيصرية أفتحها في حياتي كانت بطانة كانت إندومتريوز. أنا فتحت كده المنظر كان غريب ده يعني دم في حوالين الرحم. لا هي عشان كانت خلاص في التاسع بقى، فكان الدم لونه زيتي يعني أنت شايف حاجة لونها أخضر غامق خالص، الدورة واقفة بقى لها فترة يعني فمنظر غريب يعني. فالقصد إن البطانة المهاجرة مش بتمنع الحمل، بس هي ليها تأثيرات على مخزون المبيض على المدى الطويل، ليها تأثير على الالتصاقات اللي هي بتاعت الأنابيب قنوات فالوب. هي يقينا بتأثر في الحركة بتاعتها، بتأثر في الحيوية بتاعتها، بتأثر في الشعيرات اللي جواها. وأخيرا بقى حالة الالتهاب نفسها دي دايما مقترنة بمشاكل في المناعة نفسها. أنا أعتقد إن واحدة عندها التهابات شديدة في قاع الحوض فرصة حملها أقل من واحدة ما عندهاش، نظرا لتهيج رد الفعل المناعي بيلطش في اي حاجه قدامه يعني. بالنسبه له الجنين برضه غريب بالظبط، ممكن يتعامل معاه كانه حاجه غريبه. وعشان كده مش صدفه ان احنا نلاقي عند البنات اللي عندها بطانه رحم مهاجره لخبطه في الاجسام المضاده، اجهاضات متكرره، فشل متكرر في الحقن المجهري بنسبه اعلى شويه من غيرهم. الحوار معك دايما ممتع. شكرا جزيلا. دايما ممتع، اسلوبك راقي جدا ورائع، بس احنا محتاجين اسمع كتير من شرحك فيما يتعلق في بطانة رحم المهاجرة وعلاقتها بتأخر الإنجاب. واضح إن لسه في جزء تاني كبير إن شاء الله في عالم بطانة رحم المهاجرة إحنا اتكلمنا عنه النهاردة أز جنرال، نظرنا ليها نظرة عامة، لكن في بطانة رحم المهاجرة عايزين نتكلم على طيب بطانة رحم المهاجرة وموجودة على المبيض وست وعندها رغبة في الإنجاب وعندها مخزون المبيض بدأ يتأثر، أدخل أشيل ولا ما أشيلش؟ بطانة رحم المهاجرة مع تأخر الإنجاب هل أبدأ بحقن مجاري على طول ولا ألجأ؟ هنا بقى البروتوكولات والتفصيل وتقدير مين الموقف على مين، تقدير المصلحة بتاعت رغبة الإنجاب على إن أنا يعني بطانة رحم أأخر شوية العلاج، ده أسئلة كثيرة. من أكثر الحاجات اللي ما فيش فيها أبيض وأسود وما فيش فيها قرارات قاطعة، دايما من غالب المصلحة اللي عندها كيس ولسه ما حملتش غير اللي عندها كيس وعندها أسرة كبيرة ما شاء الله. انت نورت وأبدعت، ده شرف ليا ده شرف ليا أنا، وواحدة من اللقاءات اللي أنا استمتعت بالاستماع فيها، دايما الأسلوب العلمي الراقي جدا بيمتعني جدا، وأكيد وخصوصا في مواضيع معقدة وكثيرة التفاصيل وكثيرة الانتشار زي بطانة رحم المهاجرة. ضيف العزيز واحد من نجوم عالم النساء والتوليد الأستاذ الدكتور أحمد مرتضى طلبة، استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب وتأخر الإنجاب والعقم بمراكز دار الطب، واحد من رموز دار الطب بلا شك. نورت، شكرا، شرفت وأسعدت. شكرا لحضرتك، خليكوا دايما مع نساء. انزلاق الغضروفي عند الستات، مشاكل الظهر عند الستات، مشاكل العمود الفقري عند الستات، والكلام لما بيكون متعلق بالست لقينا احنا كمعشر اطباء بدانا نركز يعني في نقط معينه لانها مرتبطه بتصرفات الست الحديثه كمان. ده غضروف، بس ده غضروف كبير بقى، ده اللي تحت ده درجه رابعه، ده غضروف خرج بره وانفجر ودخل جوه القناه العصبيه، اللي فوقيه غضروف درجه ثالثه، واللي فوقيه غضروف درجه ثانيه. يعني انا الاشعه دي فيها ثلاث غضاريف فوق بعض من اول فقره الثالثه والرابعه الخامسه والعجزيه الاولى، اكبرهم اللي تحت لان اللي تحت هو اكتر واحد شايل. انا بدات احس رجلي دي اسمها المضاعفات، دي رجلي بتتقل، البول ممكن بيسيب مني، ما بحكمش نفسي قوي، الشبشب بيتخلع كل شويه، بكعبل في السلم. اللي بعد كده اللي بنسميه الخزل اللي هو بقى ضعف والرجل بدات تخس، تلاقي رجل خس عن رجل.